ذكرى وفاه بليغ حمدي. ومن هو بليغ حمدي؟ اسم اسطوري في عالم صناعه الغناء والالحان. بليغ حمدي ليس كاي ملحن اخر، مش بس في غزاره انتاجه، انما في اختلاف في الالحان اللي عملها بشكل مذهل، بشكل يخلي اي مؤرخ، اي برنامج، اي كاتب يحتار ازاي يحصر كل هذه الاعمال العظيمه اللي قدمها. ايه العظمه دي اللي قدمها مع ام كلثوم، مع ورده، مع عبد الحليم حافظ، مع محمد رشدي، مع عفاف راضي؟ ايه الوجوه الجديده اللي قدمها دي؟ علي الحجار، ميادة الحناوي، محمد منير، الاسماء كتيره، القائمه كبيره، الحان والحان فيض لا ينتهي ولا يتكرر. بليغ حمدي وبالرغم من مرور 29 سنه على وفاته الا انه الحانه تملا المكان والهواء والفضاء والاذان حتى هذه اللحظه. حكايات 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 على حسبي وداد قلبي يا ابو، على حسبي وداد قلبي يا ابو. العتاب حيش بجراح ولا حيجيب اللي راح، ده حكايتي مع الزمان الزمان الزمان. انا حبيبي أموت أنا، أموت أنا يا حبيبي أموت أنا، بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مداريمي ولا شان. مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة اقولك اني بحبك، لا انا قد حبك ولا قد قلبك، لا انا قد حبك ولا قد قلبك، لكن بحبك واعمل ايه مكسوفة. وعدتك وتراني من أرضي
النيلو في بلاد احباب، النيلو في بلاد احباب. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي غوى، على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي غوى. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي اللي عشت ببيع الدوى، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي اللي عشت ببيع الدوى. بالنظر لقيتني صريع الهوى.